دنتيشن. ميكس دنتيشن يعني ايه؟ هو عنده اسنان لبنيه وفي نفس الوقت عنده اسنان دايمه، فانت يعني بتستنى كله بيكتمل في سن 12 نبدا نعمل الدنتال. تمام. اما البون بعمله بدري ليه؟ هو في مرحله نمو مش هتلحقه فيما بعد. تمام. يعني يعني يجي مثلا الميعاد، طفل يقول في لك عنده صورة، ضب، عنده ضب. في برضه صورة خاصة بالنسبة للأطفال، إن لو في طفل بيحط صباعه في بقه طبعا ده بيأثر على ده بيحرك شكل البلد. الأسنان. طبعا ده بيحرك البلد، بيخليه طالع لقدام وبيعمل سبيس ما بين الاسنان. المشكله كمان لما بيجي يقفل بقه الاسنان مش هتقفل على بعضها نهائيا، هتبقى مفتوحه. تمام. تمام. يعني لازم الأم تاخد بالها إن الطفل وهو ده صغير يتلحق من بدري قوي، ما يحطش صباعه في هي دي بقه. عاده سيئه. تمام. فاحنا بنبدا نقاومها ازاي؟ اما نعمل ابلاينس للتقويم، حاجه بسيطه جدا بس مثلا تكون فيها واير خشن او حاجه زي كده، يبدا مثلا يحط الصنب بتاعه، يحط صبعه في الفم فيبدا يتشوك وهو نايم فيشيله. في برضه حاجه ممكن، في جلوفز جاي جاهز ممكن بيتركب في الصابع برضه، بيخليه متضايق لما يحط صابعه. يعني هي عاده سيئه، العلاج بتاعها ايه؟ ان انت تقلع عن العاده السيئه من البدايه، تمام. يعني لازم كل ام سواء تاخد بالها من الموضوع ده. بالانستروكشن، تعليمات انت بتديها له، هو مش هيسمع كلامك لانه طفل. يا اما لا، هو في المرحله دي الام هي اللي عليها الدور ان هي تاخد بالها، بحيث ان ما الموضوع هو فعلا بقى لو راضي بيأثر على يسمع شكل كلام، الاسنان. لو سمع كلام هيبقى طفل جميل، لو ما سمعش كلامها هتلجأ للطبيب، وكده كده لازم يتدخل بأي حاجة من الايه تكسر العادة السيئة دي. طيب، في حاجة منتشرة جدا والناس كتيرة بتسأل عنها برضو، اللي هي هوليوود سمايل. ناس كتيرة بتتجه ليها طبعا دلوقتي، وحاسة ان هي بتأثر في شكلها وبتدي شكل جمالي، ومنتشرة جدا. فعاوزين حضرتك تكلمنا، هل هي انواع مختلفة ولا هي نوع واحد، حاجة واحدة؟ هوليود سمايل عموما هي مش حاجه مثلا انت هتروح طبيب اسنان تقول له اعمل لي هوليود سمايل فهو هيعملها، هي تريتمنت بلين، خطه علاج كامله. في يعني مثلا صور برضو عرضوها، ده حاجة دي مش بيرمننت. هوليود سمايل، دي حاجه اسمها سناب اون، ممكن بتتشال وبتتحط، ويعني موضوع ان هي ريموفبل، يعني ما دي مش هوليود سمايل. طيب تقدري تقولي عليها ايه؟ عباره عن ايه؟ يعني مثلا انت بتعمل خطه علاج، انت شايف العيوب اللي عند الطفل ده، وليكن مثلا كراودنج ازدحام مثلا. هنا مثلا لو جينا نعمل له سناب اون او نعمل له فينير او نعمل له كراونات، هو مش هينفع معاه الكلام ده. الكراودنج ده مش هيظبط غير بالتقويم. طيب مثلا في ميل واحده ست بس اسنانها غامقه شويه، طب الهيليود سمايل بالنسبه لها بس مرصوصه راسها ممتازه جدا، الهيليود سمايل هنا بالنسبه لها عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا اعمل لها بليتشنج، تبييض فقط. تمام. تمام. كل حاله بتختلف عن الثانيه. ده معناه ان يعني هي خطة علاج، يعني انا الهوليود قصدي اقول سمايل ان مش حاجة ثابتة، لا، لا هي بتختلف على حسب حالة المريض نفسه. لو بالظبط. عنده مشكلة في شكل الأسنان، بنبدأ الأول نعمل له التقويم، وبعد كده بيبقى التبييض. تمام. وبعد ولو كده عنده بيبقى كده تسوس هوليود مثلا سمايل. في اسنان امامية هعمل له حشوات ضوئية، هي على حسب الحالة نفسها هتقول معاك ايه. لكن هي مش حاجة، انا قصدي اوضح لحضرتك انها مش حاجة انا هروح لطبيب الاسنان واقول له اعمل لي هوليود سمايل مثلا فهيبدأ يرفع لي مقاس ويقول لي دي، لا هي مش كده خالص. تختلف على لا حسب طبعا. الحال، بس هو في الاخر هي كله بيشترك ان النتيجه في الاخر ان الشكل الجمالي كله بيتظبط وبيبقى الشكل جميل جدا. طبعا. تمام. طب احنا طبعا عارفين ان كل مشاكل الاسنان بيبقى السبب اللثه، فعاوزين نتكلم عن صحه اللثه، ازاي نحافظ على اللثه بحيث ان اسناننا تبقى صحيه، مع ان في ناس كتير تقول لا، ده يعني انا لو غسلت اسناني او اتمضمضت بمطهر او الكلام ده، ده هيخليني ما اعانيش من اي مشكله من مشاكل الاسنان. بنسبة كبيرة طبعا. علاج اللثه يعني الاساسي هي انستروكشن، تعليمات انت بتقولها للمريض ان هو بيغسل بطريقه معينه اللي هي الطريقه السليمه، بيغسل اسنانه من فوق لتحت ويتمضمض كويس، ما ينامش في بواقي اكل مثلا في بقه، وهي الاساس بتاع كل المشاكل اللي ممكن نلجا ليها فيما بعد. تمام. يعني اهم حاجه ان احنا نغسل اسناننا الغسيل. كل يوم. طيب احنا طبعا عشان المشاغل اليوميه مش بنواظب، على الاقل المفروض نغسلها كم مره في اليوم؟ على الاقل احنا بنتكلم في جميل. المينيموم. هو المفروض يعني المفروض الصح ان انا بغسلها مره بعد كل